وامسك بايادي الاخوان المسلمين. ديل طبعا كل ما يفلسوا قضيه الاقصى ويجيبوا الصناديق، صندوق يا كافي البلا ان جبت كريم ما بيرفع. قضيه الاقصى وقضيه الاقصى، الجماعه بيرموا والله باميه مول احباميه ما بيمشي لنا الاقصى، كيس دكوه ما بيمشي لنا الاقصى. فما تتخدع ساكت يا ناس، والكلام ده كتبه في كتبه كتاب الاخوان المسلمون اسمه شنو؟ احداث صنعت التاريخ رؤيه من الداخل، فيه الكلام ده براو. الاخ المسلم قال كل ما نفلس بنرفع قضيه الاقصى، يوزعوا شالات عبد الحي يوسف تلقاه واقف قدام الاقصى ونظارات سود، يا اخي انت الشمس ما قادر تستحملها، ده تحرر الاقصى يا بليد. اقصى شنو تحرره انت؟ اقصى ده بيحرروا ناس موحدين لله عز وجل، ناس اقوياء في ايمانهم في ابدانهم، ما ناس زيك شمس ما قادر تستحملها. يقول لك ماشي احرر الاقصى، اقصى بتاع مين يا اخي؟ يا تو اقصى ده، يا تو اقصى، انا ما اقدر افهم. فديل كمان مستعبرين تانيين بيجوك باسم الاسلام، والمؤتمر الشعبي ده ذاته ما هو الا ذراع ويد من ايدي وازرع الاخوان المسلمين. دي خلاصه الموضوع.